السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا شباب في آخر الأخبار المتعلقة بنهائيات كأس العالم روسيا 2018. وعلى عكس ما كان متوقع، فإن مجموعة البين سبورت ستقوم ببث 22 مباراة على قنواتها المفتوحة. إذن هذا الخبر جاء في موقع بين سبورت الرسمي، حيث أعلنت مجموعة البين سبورت الإعلامية عن اتفاقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم يتم بمقتضاها بث 22 مباراة من كأس العالم روسيا 2018 على قنواتها المفتوحة، وهو الأمر الذي يحدث للمرة الأولى. وأكدت المجموعة أيضا أنها أشارت في بيانها الصحفي إلى أن هذه الخطوة هي استمرار لمبادرات حسن النية في إطار سعيها لتسهيل الوصول إلى أكبر عدد من المشاهدين العرب. وفي السياق ذاته، وافقت مجموعة البين سبورت الإعلامية على منح الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة بالمملكة المغربية ترخيصا فرعيا يسمح لها ببث 22 مباراة من منافسات كأس العالم روسيا 2018 مجانا على التلفزيون الأرضي في المغرب، من بينها حفل افتتاح والعديد من المباريات الأخرى، فضلا عن جميع مباريات المجموعة والأدوار التي تليها بالنسبة للمنتخب المغربي، ومباراتين في دور الثمانية والدور النصف النهائي ونهائي كأس العالم روسيا 2018. إذن إخواني الكرام، كما قلنا، فإن مجموعة بين سبورت تقوم لأول مرة ببث مباراة كأس العالم مجانا على قنواتها المفتوحة، حيث ستقوم ببث 22 مباراة من مباريات كأس العالم لروسيا 2018. هذا الخبر تأكد من خلال مباراة الافتتاحية، حيث نقلت القناة المفتوحة للبين سبورت مباراة الافتتاح بين منتخب روسيا والمنتخب السعودي. إذن لمشاهدة هذه القنوات المفتوحة لبين سبورت، ما عليك سوى التوجه إلى الريسيفر ثم تقوم بضبطه على قمر نايل سات، بعد ذلك تقوم بإدخال الترددات التالية: 12476 ميجا هرتز فيرتيكال، 27500 التردد الثاني 12727 ميجا هرتز هوريزونتال، 27500 التردد الثالث 12245 ميجا هرتز فيرتيكال، 27500 ثم التردد الأخير 12245 ميجا هرتز هوريزونتال، 27500. إذا كما تلاحظون، هذه هي القناة المفتوحة التي ستقوم ببث 22 مقابلة مجانا على قمر النايل سات، بما فيها مباريات المنتخبات العربية. إلى هنا نكون قد انتهينا من شرح حلقة اليوم. لا تنسوا دعمنا من خلال الاشتراك بالقناة والضغط على زر لايك إن أعجبكم الفيديو، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.